برحب بحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في حوارنا وفي حلقه خاصه مع نجم نادي الاهلي ونجم منتخب مصر لكره السله كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو، قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك طبعا على ذكرياتك مع رمضان، وان رمضان ده يعني زي كده ايه، يعني شهر بيبقى مختلف عن بقيه الناس بالنسبه للرياضيين، يعني بالنسبه لك طبعا مختلف عن مثلا صحابك قرايبك. يعني احكي لي كده بقى ذكرياتك مع رمضان وظروفك في رمضان تبقى عامله ازاي، طبعا بعد ما بيكون في ارتباط ليك بالماتشات معسكر مع الفريق او حتى منتخب مصر. هو على طول زي ما انت قلتي، احنا اغلبيه الوقت الفتره الاخيره رمضان كان بيبقى في الصيف، فكنت على طول ببقى مع المنتخب في معسكرات يعني، وساعات بيكون بره مصر وكده. بس اكتر وقت يعني بنحاول الواحد اي اجازات او اي بتاع او اي يعني فتره فاضيه احاول بنكون احاول اقضيه مع اهلي يعني، او مراتي وولادي ووالدي ووالدتي واهل مراتي يعني، هم كمان في اسكندريه، في اوقات بكون بروح لهم او قاعد مع هنا مراتي واولادي يعني واهلي، دول اكتر حاجات بحب اقضيها معاهم يعني. اول يوم رمضان بقى بتقضيه فين؟ اسكندريه على طول اغلبيه الوقت عند اهل مراتي، وبعد كده تاني يوم بنيجي القاهره عشان اول يوم على طول بيبقى اجازه، فده اليوم الوحيد اللي اقدر اروح في اسكندريه، عشان تاني يوم بنبتدي نرجع بقى لحياتنا شغلها والباسكت وكده، فبرجع بقى على اهلي ونرجع لحياتنا الطبيعيه يعني. اول يوم رمضان بقى بتحب تفطر ايه؟ في حاجه معينه بقى اللي هو يا جماعه انتوا لازم تعملوها لي اول يوم رمضان هنفطر بيها اول يوم رمضان؟ يعني الصراحه انا مامتي واحنا صغيرين كانت معودانا بناكل حمام اول يوم رمضان، دي كانت حاجه لحد دلوقتي يعني. ولما بقت ناكلها تاني يوم بعد ما اتجوزت بقى تاني يوم هو الحمام مش اول يوم، فدي حاجه انا بحبها اكلها اول يوم رمضان. قبل الكورونا بقى طبعا كان صلاه التراويح كانت متاحه للكل، انه طبعا الناس تقدر تروح عادي المسجد تصلي صلاه التراويح. بعد الكورونا يمكن الموضوع شويه اللي هو لا عدد معين، المساجد بتكون مقفوله. فقبل الكورونا كنت بتحب تصلي التراويح فين؟ كنت غالبا وقت بصليها في الرحاب، في مساجد هناك كانت بتبقى كويسه يعني واسعه وكويسه، فكنت غالبا وقت بروح اصليها هناك يعني. تمام. في رمضان حصل لك موقف قبل كده طريف، حاجه كده يعني تفتكرها مثلا ذكريات حصلت وانت بتلعب مع الاهلي او بتلعب مع المنتخب مع الجزيره كمان، في حاجه مثلا حصلت تفتكرها حاجه كده يعني ايه مش قادر تنساها، موقف بينك وبين لاعب؟ لا مش فاكر الصراحه. يعني مثلا قبل الفجر مثلا ما لحقتوش ان انتوا تتسحروا؟ كنت كل الحاجات اللي جت في دماغي مش هينفع تعرف في التلفزيون خالص. ما فيهاش حاجة واحدة.